لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. ليرة لو باسي عددي ترتيبي أكا، عددي ترتيبي مثلا لإثنين عليه ثاني، لثلاثة عليه ثالث، مثلا أتى الثلاثة يعني سي، ولي مثلا ثالث يعني سي، أربعة يعني شوار، ولي الرابع يعني شوار، بياني الرتبة أكا. ويلي وصغم اثنين فما فوق إلى عشرة كفاعل من فعلا، يعني وكشون فاعل لفعل دروسكي لإثنين ما فوق إثنين اشتاقات عشرة وكفاعل دروسك عاشر آوة. ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر آوة. وصغم اثنين فما فوق إلى عشرة أي معها لقال عشر إشاء وزوري إلى كبو إتاي غاية نبغي إتلا دروسينك كفاعل المصوغي وكأوفى عليك كون دروسك ليلا فعلا مثلا لو ضرب يجي ضارب قبل عشريج مثلا بيج عاشر واختمه في التأنيث بالتا واختمه بالتأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا فرجع واختمه أوزن فاعليك دروسك كردوا دواي بي بينا لتأنيسا وقتك مثلا لكاتك كتأنيس بو معدودك يعني معدودك مؤنسة دواي بي بينا بالتأني فقل بجيج الثاني بجي ثانية بجي ثالثة تأقيب عاشر أمر ومتى ذكرت ومتى ذكرت آوة الوقتك بمذكريها ورد عددك ثاني ثالث آوة هنا بتجديد كافي المعدودة ومتى ذكرت المعدودة يعني مثلا تميزي مذكر بيان هاور فاذكر فاعلا فاعلك ذكرك يعني بدون تأنيث بو مذكر فاذكر فاعلا هذا المصوغة أم مصوغة يعني أو فاعلا ذكرك بغير تأنيث ببهده فقل ثانين شنو منقوصة ثاني وثالث إلى عاشرين تاقيت أيوه وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض بيني بس يم عددانك جاري وهي مثلا عددك إزافاك أو عدد ترتيبيك إزافاك ولا عددي أصلي آخر بو ثلاثة وانا عددي أصلي بمعنى ترتيبي كإزافاك يا إزافة أكريب ولاي ما تحتي خوي وكو ثلاث ثالث إزافة كيب ولا إثنين يا إزافة أكريب ولا مساوي خوي أقر إزافة كيب ولا ما تحت أو كاتب بري ثالث وإثنين يعني بجيرد وكبسي يعني بسي كر مثلا دون فردان يشتون دانية أو الثالث وإثنين يعني دون فرقة كبسي بخوي والله مجاري واهية إزافة كيب ولا حر اشتيك مساوي لخويا الرتبة مثلا ثاني إزافة كيب ولا اثنين اختم زول الشيء ثاني اثنين إذهما في الغالي ايتو اللي بالنابع اللي ثانية كرتبة بقري يجي الرتبة دوا بلكو يقل دوانا ثاني اثنين يعني او كاتك بيغمبر حالي وابود رودي خويا لسربية يقل دوانا يكي دوانان مثلا مجموعة يكي دو كسي معناها باشا هر كام يقلو دوانا بيقري يكي يقلو دوانا نرسا اقر رتبة اللي بدين اللي وازل لك واي خلافي عقيدة اخوة مانا شنو بيتا مثلا بيغمبر دون يخالفة دو همي دو كسا كبو او دو همي دوانا يعني دو همو او اول مو ام دو همو وانيا دي ام اخو عقيدة من وانيا واي كواتا اللي وا معنى اشياء مثلا ثالث وثلاثة يعني يجلس يعني نكسي هبيسي يعني دروس رنقه قليل الاشام الابرش ونوابي برام لا اصلا معنا كي اوي لابد ان خوي شوري ليك اري وان تريد به اگر تو اراده بكي بم عدد فاعل يعني عدد بالوزن فاعل بعل الذي منه بني باشا
بعضك لو إلى أنك كلي بينابوا أي صيغة لي مثلا ثانية ثانية ثانيني توب منظور بساني شي بوا بعضك لدوا كل منظورة ها عري يقل دوان باشا ثالث وثلاثة يقل سيا أو لو كاتات شيء كي توقر وابي وإن تريد بعض الذي منه بني طرف إليه باشا إضافي أكيتو إليه يعني مثلا عدد فاعليك وبروز فاعله إضافي أكي بولاي أويك منه بنيك ولا أو عدد أصليك عدد فاعليك إلى دروز بوا باشا فوكو ثانية اثنين ثالثين أحدهما يعني يقلد وانك عشان المعنى هكي جالب دين القرآن كيشا وثالث ثلاثة أي أحدها يعني يقلد سيئا مثلا أوان أيانود يسوني أما صحيح عمل ثالث وثلاثة مثلا إيساج نعوذ بلا واب يك يقلد سيئا يعني سيخوا يك كان خوابي يك كان مريم بي يك كان عيسى جعلا عيسى ثالث وثلاثة رتبة كيش نائر بخواره هلا بخي أول راس عربي خوش عم توحيدين هوا بل أي أحد هو لا يجوز تنوينه ونصبه باشا وهذا مثل بعض بين فإنه لا يستعمل إلا مضافا إلى كله وديار أمجور عددا أبمشي ويا تنويني دروز نية مثلا يجي ثانيا اثنين آه ونصبه وهذا لك نصب شيئين دروز نيته مثلا فاعلك تنوي بك الثاني وثالثك مثلا ولا أن تنصب بالفاعل الاسم المشتق منه بل ودروس جنية مثلا توبيني آخر أقل وابي فلنسب ثانيا اثنين وما ضري اثنين كيف مفعول به ثانيا كذي أو دروس جنية حربي هل إضافة كدروس وهذا مثل بعض بعض يبين وكل لفظ بعض كعشكراية مثلا فإنه لا يستعمل إلا مضافا إلى كله يعني بعض هميشة إضافة أقرب ولا كلك يخل أكو بعض الثلاثة مثلا بعض يقل السيكة جاء بعض السيكة بكير داني كان بكير دواني المنزول أما وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقوف حكم جاعل له حكما ولي أقر توبو إضافة أود قرق بيك أقل يعني إضافة ولا أقل بي. مثلا ثالث إضافة كرا ولا إثنين ثالث وإثنين يا الرابع وثلاثة بل خامس وأربعة أرى وإن تريد جعل الأقل مثل ما يعني أقر تو قرق بي أقلك بجري مثل ما فوقه وقما فوق خويلك يعني همان عددك بفاعلية ريشي عددك ما فوق عدد مضاف إليه كيا. باشا. أو حكم جاعل يعني مثلا أي ثانية ثالث اثنين يعني جاعل اثنين على ثلاثة. وأتم مثلا اثنين دودانيا أي كابسي أو. والله يلا وإن تريد به جعل العدد الأقل مثل ما فوقه. يعني أتبع عددي أقلكم وما فوق لكي بأن تستعمله مع ما سفلا بجورك عدد فاعليك بكار بني لقل عددي أصليك لو بلو خوار تربية فحكم جاعل اسم الفاعل حكم جاعل واتا اسم فاعل حكم اسم فاعل له لبو أو عدد فاعل أحكمه حكمك مثلا فأليفه إزافك أو نوينه يا تنوين شبيبه أختبه وانصب به نصب شبيبه أقول رابع ثلاثة باشا يعني بكريسة بشوار يا يعني رابع ثلاثة مثلا أي جاعلها ثلاثة يعني بكابة سيكة جاعلها أربعة يعني مثلا سيكة بكابة شوار ولو إن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أما وإن أردت به بعض الذي منه بني يعني أجر إلى هذه بيب كي بعضك البو عدد بعضك لو اللي يبني يعني أما تاري وكهر ما يعول وياه كان ما يسوى زي ما تكراري أول كي كوني وتي والله وصغ من اثنين فما فوقه إلى عشر واختمه في التأنيث هنا أمدان وإن تريد بعض الذي منه بني ليرة وإن أردت مثل ثاني اثنين
يعني اگر تو مثلي ثاني اثنين اراده كر جاء مركبا مثلا بمركبي اراده كر به يعني فجئ بتركيبين دو تركيبين لا ما شو هذا وان اردت به بعض الذي منه بني واجر ويستد باشا باو عدد يعني بو فاعلك ارادتك بعضك لويك اللي بيناك راوه باشا وكشي مثل ما سبق في ثاني اثنين الوقو وكان الذي منه بني مركبا اها برا عذاني قالك يا بجي مثلا من رجل ثاني هنا ثاني ثالث اثني عشر بالضبط يعني مثلا ما جي قورا مانو يقلد وانس بيقلد وانس يقلد وانس تركيبي تركيبي تابعو مانا اقر اواد ويسشي باشا وإن أردت به بعض الذي منه بني مثل ما سبق في ثالثين وكان الذي منه بني مركبا ويكلي كواتا وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا يعني مركبك إلى ذكر يعني وإن أردت مركبا مثل ثاني اثنين أو موجود لكي فجئ بتركيبين أول دو تركيبين أولهما فاعل مركبا مع العشرة مثلا ثاني عشرة شاكا وثانيهما ما بني منه مركبا أيضا مع العشرة حالبي وأضف جملة المركب الأول إلى جملة المركب الثاني فقل ثاني عشرة اثني عشرة دو تركيب يرانا يعني يكيك مثلا هل أوى بو عبارة عدد فاعل يكيش عدد أصل يكيش هر دو كان لقل عشرة بيكواني حربي يعني أو مثلا عدد فاعل مثلا اثنين مال بدا سويا لقل عشرة يقل يكاملن اثنين عشرة وما نساس كر وبيان تركيب الثانية كاش كمان ثانية اثنين أو إذا قال عشرة يقال قبل كم ثانية عشر أمر على ثانية عشري اثنين عشر أو حالبي أو هيك جالب أو اختصيب كم وأضيف جملة المركب الأول إلى جملة المركب الثاني فقل ثاني عشرة اثنين عشرة يا ثانية عشرة اثنتي عشرة أو فتحنا رنق صحيح أنا بالزور أو فاعلا بحالتيه أضيف إلى مركب بما تنوي أليفي أو فاعل بحالتيه أليفي إلى مركب بما تنوي في باشر أو فاعلا بحالتيه يعني دو حالة تذكير التأنيس يا فاعل إزافك عدد فاعلي بعد حذف عجزه أتى ثانية كنيا لو تركيبا عشرة كنيا له هر ثانية كما جاهزة ثانية ثاني مذكرة يا ثانية توبة مؤنسية هر كامية كيف قولتي إضافة كبولا مركبك بلي ثاني اثني عشرة يا ثانية اثنتي عشرة آوة بيجا بلي إلى مركبين بما أقر أوشكي بما تنوي في وفاء كابا ويكتو إلى نية الداية نية كيتو إلى نية بعض إلى مركبين فثاني فإنه بما تنوي أي تقصيد يفي مثلا ثالث ثلاثة عشرة ثالثة ثلاثة عشرة أو أما توب وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين ذكرى وشاع الاستغناء عن الإتيان بتركيبين يا أو بفاعل مضافا إلى مركبين يعني ندو تركيب من قالك باشا نفاعل مزاف ولا مركبش من قالك برام لكوا بشيء أو بين يازا أو حاصل أبي ولا بحادي عشرة حادي عشرة كاما وهو المركب الأول مركبة كما كيا دي و بره وهو المركب الأول أول وحذف الثاني كما قاله في شرح الكافية ونحوه إلى تاسع عشر وشاع الاستغناء عن الاتيان بتركيبين او بفاعل مضاف الى مركبين اي يستغنى عن الوجهين السابقين بحادي عشر وثاني عشر مثلا ويفيد نفس المعنى المستفاد من الوجهين همان معني لا بقى شريط شكرين
بل وبابه الفاعل برجعت ونحوي وتي وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين ذكرى لبيش عشرين وذكرك عشرين بابي عشرين شيء كم الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد بلى أري وقبل عشرين ذكر وبابه يعني قبل عشرين وبابه أذكر حتى أجيت النود شيء كم الفاعل المصوغة من لفظ العدد ماشى أو مثلاً وزن فاعليك دروز ولا لفظ عددك أو كثاني أو كثاليث بحالتي تذكير تأنيث قبل واو عاطفة يعتمد مثلاً علي حادي وعشرون حادية وتسعون أما دروز فلان أوي بيشوك نزر لشون عنيازة حاصل أبيك أو يكتشي لسني يعني إن أردت أن تجعل العدد الأقل مثل ما فوقه مثلا بسبس الفاعلي من عدد ما فوقه فطريقته أو أن تجعل الفاعل المشتق من عدد الفوق قبل عشرين مثلا وتعطف عليه عشرين بواو فتقول ثاني وعشرون ذي كما تقول هذا اليوم الثاني والعشرون يعني أمر الروج بسدوة مثلا بسدوة من الشهر أي هذا اليوم جاعل الواحد والعشرين اثنين وعشرين يعني أمر رجاء باشا بكري بسويك ببسودو مثلا أو إرادي لي أقري ليوا يعني هذا الواقع أما إذا فوشتي ثانية ولهذا وكا علي أمر رجاء الرجي ثاني وعشرون يعني مثلا معناه فاعلي لي أقري كأما مثلا بسويك كابا بسودو أمر رجاء بإزافة بلا أوي بيشو رنق لقال قرينا به وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه يعني جاري وهايا لو دو وجه أول يعني ننيازما بويك تركيبك إزافك ولا تركيبك كتير نا واحدك إزافك ولا مركبك حرب مركبك بنيازة به هوايا قال وهو المركب الأول وبعض هل مركب أولك جابنا وشاع الاستغناء عن الاتيان بتركيبين او بفاعل بفاعلك مضافا الى مركبين كاذا فكر ولا مركب بشيء على وبين استغناك بشيء حاصل به بحادي عشر ونحو حادي عشر حتى تاسع عشر جاء حادي عشر كتشيا وهو المركب الاول اوش مركبي اول هي ثاني عشر لو دانا مركب أول دانا كيان بلا نقلة آخر من بلفزك مثلا نعطي ثاني عشري أري بلا أو نبو الثاني عشري حادي عشر مثلا بلا مركب ورقة ثاني عشر ولينا أري يعني أوي كمثلا وكاب ما يا حادي عشري بلا أقرب يجي نانا الواي أوي ك ما فوق ما تحت كبكاب ما فوق وأمان. بلى. لازم الركب أولك هل هو بين يازبي وترنق أما لبواري قرينة وأمانة أو تيكا قربين بخيته ودوي أما جه تري فيها كيف زين شونه ما فوق إن شاء الله. بسم الله.